FM. الكلمة ليك. سيدي نجي الو عسلامة مرحبا. أهلا عسلامة. أهلا وسهلا سيد نجي. معك ياسين فوغالي معك مدام فاطمة كراي في فاس فاس. سيدي نجي مشروعية المطالب هذه نحكيو عليها. أنا هي مطالب. مطالب الإضراب المعلمين. أنا مدام مطالب المعلمين ومطالب الإداريين ومطالب القائمين ومطالب العمل ما وليت دخلت بعد شوية. وزارة استراتيجية عاد الله غالب سيدي نجي. وزارة استراتيجية ماك تعرف. أنا في الصباح في كاب أفاب نسمع عضو في النقابة يحكي على الإضراب. شوف احنا في فترة نتاع ديمقراطية. نعم. نتاع بناء. أكيد. وكلمة والسياسة راهي مش بلعيد سياسة مبادئ سياسة مش صراحة أي. وأنا نؤمن بالصراحة تعرفني بعد. نعم 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 وكلمش نشوف مش كل واضحين الوزارة هذه طبقت كل اتفاقيات السابقة بحذافيرها ومن 2011-2015 أسلاك التربة وحدها حصلت على 744 مليار زيادات وكان نحسب الزيادات اللي جاءوا تلقاو أكثر من 1000 مليار معناها باش نكونوا واضحين احنا انا كي جيت الوزارة هذه على قداش من معلم ورجل تربية معناها في التعليم الابتدائي ايوا ما هو كي نقولوا 1000 مليار المواطن التونسي يفتفجع وزارة التربية هي معناها اكبر مشغل في الوضع يرحم والديك لا لا كل شيء واضح معناها وزارة هذه وزارة ثقيلة نظرا اللي هي وزارة كبيرة وفيها برشة وباش نكون واضح من الصحة العامة اليوم في تونس معناها عرف تونس تدهور للمخضر الشرير طبق الوسطى والمدرسين هم العمود الفقري طبق الوسطى يعني المشكلة المشكلة هيكلية راه تخص مستوى التربية احنا حاولنا نحلو قلنا المعلمين كل اتفاق السابقة بحذافيره طبقناها كل ما هو ترتيبي طبقناه مسألة القانون الأساسي طبقناه شنو أسباب الإضراب سينرجي مسألة لا باش نقض مسألة النواب حليناها وإدماج على قمة هي سينرجي يعطينا أسباب الإضراب اليوم أنت عندك في وزارتك عندك إضراب عام للمعلمين هي منح أيوة هي منح وترقيات استثنائية المعلمين اخذوا ثلاثة ترقيات استثنائية ما نجموش نعطيهم طالبين خمسة ما نجموش نعطيهم سينو المعلم ذا بلوفوني على 35 عام ما نجموش من ناحية المنطقية ما نجموش ما هو منح منحة العمل الدوري ومنحة الريف ومنحة شنو ومنحة منحة العمل الإداري أيضا عمل غير مكلف به خارج القسم صحيح ما راهي مهنة المربي هي مهنة شاملة معنا. صحيح أنت معناها وظيفته يصلح وظيفته يقرأ احنا ما قلناش ليه من المبدا ما قلناش ليه ربي ما انا مضبيه كان معناها مشروع اصلاح الطرب ومضبيه ارتقاء بالوضع المادي للمدرسين ويلزم نزيد ووضعهم المادي مازال مش باهي ومضبيه نحسنوه باهي كيفاش تعاملت الوزاره سي نجي الوزاره كيفاش تعاملت وزاره التربيه كيفاش تعاملت مع المطالب هذه واضح وزاره التربيه ما حتجت وزاره التربيه قلت كل ما هو ترتيبي نحلوه كل ما هو سلم الأجور والمنح هذا يتحل في إطار المفاوضات العامة. مسألة زيادات منح ما قلنا لهمش لا وبالعكس احنا قدمنا وزارة التربية اقتراحات وزارة التربية والتربية الاجتماعية كيف فاوضنا معهم قدمنا اقتراحات الاقتراحات هذه اش قلنا لهم واش قالتهم معناها وراي الحكومة تشتغل حكومة كاملة راي مش وزير التربية ناس ملاح وزير المالية خايب خاصة البارح مع بعضكم عاد ما نجموش نقولوا هذا حكومة متكاملة خذوا لكم تصور مع بعضكم فما سياسة حكومة كاملة قلنا ألا احنا المطالب هذه الاتفاق اللي صار بين الاتحاد العام التونسي للشغل وما بين الحكومة أن في إطار المفاوضات 2015 و2016 مش تطرح مثل العامة ثم إذا المطالب القطاعية يعني أنه سيقع النظر في هذه المسائل وحددها احنا قلنا كان ما ياخدوش حقهم او ما يطالبوا به وفي حدود الإمكانية عند نهاية هذه المفاوضات وقت نجي نتحاسبوا لما الاستعجال طيب لما الاستعجال سيد ناجي جلول لما الاستعجال وخاصة نشوف اليوم فما فاطمة انت نقابية ولا نقابي
اش معناها المفاوضات؟ مفاوضات. اما انت وزير وانا صحفيه يلزمني نسال. هذا هو سي ناجي. حتى انا اشتغلت في الصحافه. اي نعرف نعرف اي جو سي يقعد المشغل والطرف النقابي يتفاوضوا. الاثنين ما يحبوش يوصلوا للاضراب، المشغل ما يساعدوش الاضراب. صحيح. والنقابي ما يساعدوش الاضراب لان الاضراب يخصم له يوم اجر. بالضبط. ما يساعدناش الاضراب. يعني نتفاوضوا ونتفاقوا باش ما نوصلوش للاضراب لانه ما يساعد حد الاضراب. اليوم انت ديجا اضربت ومضرب وتهدد باضراب على الامتحانات وتحب معناها الوزاره تبقى مكتوفه الايدي. طيب سي ناجي النقابة تهدد بإضراب إداري وصول لمقاطعة الامتحانات البعض وخاصة الأولياء توا اليوم. سي ناجي لحظة لحظة من فضلك سي ناجي، الأولياء اليوم يشوفوا أنه الظرف ماهوش مناسب بالكل للمطالبة بالمسائل المادية والمهنية على حساب التلامذة اللي قاعدين يقراوا اليوم، في حال التصعيد كيفاش يمكن التعامل مع المعطى هذا سي ناجي؟ احنا التصعيد الوحيد اللي عندنا كي نطلعوا الجبل تونس ما عندناش تصعيد. معناها تحب تقول اللي فما تيران دونتون توا احنا في تونس ما عندناش في صعبه. فما جسر تواصل؟ فما جسر تواصل. في صوره معناتها كبرت المشكله اكثر سي ناجي، معناتها ما فماش امتحانات. شنو الوزاره تعمل؟ وعليها تكبر شنو المشكله؟ باهي معناها هذا كلامك انت توا قاعد تهدي، معناها فما جسر تواصل، فما جسر تواصل للتفاوض ام لا؟ انا تو كنت بحذايا نقابه العمل اشوف نقابه اليوم في الجمعه هذه الغينا اضراب العمل، الغينا اضراب الغينا والادارين في طور الالغاء. برشا اضرابات قاعده تلغى وقاعدين نوصلوا الحلول. احنا اليوم تو كنت معناها مع سي نور الدين الطبوبي والعلاقه متميزه، عضو مكتب تنفيذي متميزه مع الاتحاد. ثم راهو فما حوايج اي زاد النقابه نتاع التعليم الاساسي ماهيش مفصوله على الاتحاد، يلزمنا نعرفوا معناتها اسكو الاتحاد عنده زوج سياسات في هذا الاتحاد. جزء من الاتحاد وهي نقابة من النقابات الكبرى في الاتحاد. سي ناجي جلول فما اتفاق سيرى النور أم لا في الأيام القادمة؟ أبستراكسيون فات من ثلاثة أيام هذوما نتاع الإضراب. لا شوف اتفاق سيرى النور خلال المفاوضات العامة اللي هي ستنطلق. انطلقت وفات. اي داكور مي بون فماشي حاجة، فما اختلافات. ستقدم هذه المطالب إلى 4+4. ايوه وسيقع النظر فيها بلاش زربة. باهي سيد ناجي جلول حتى ما نقعدوش ناكلكوا في حكايه الاضرابات والكل توا، اذا كان فما خبر توا نعرفوه من بعد. انت من حقك انك انت توا تعتمد الدبلوماسيه والتهدئه لانك انت الوزير. نقدروا فيك هذا، ولكن حبيت نسالك على الاصلاح التربوي. من حقه هو باش يخبي شويه على خاطر قاعدين يتفاوضوا توا وقاعدين يحبوا يلقوا تيران دونتون. ولكن ما في حد شيء يا فاطمه، انا تعرفني صريح ما نخبي حد شيء. ايمان توا كيفاش المعلمين السادة والسيدات المعلمين مضربين البارح واليوم وغدوة، معناتها مقبلين يلوحوا بإضرابات أخرى وشكون قال لك إضراب ناجح وإضراب مش ناجح؟ راهو بالنسبة لي هما قالوا ناجح، النقابة قالت ناجح، أنتم ما قلتوا مش ناجح. أنا عندي إحصائياتي ومش ناجح. أي مش مشكلة هذاك في صورة ما ينجح سي ناجي الوزارة محضرة روحها ولا لا ثاني هذا الإضراب شابه هو إذا ظواهر غريبة جدا اللي هي فسر معناها المديرين إذا على أغلقوا المدارس وبعض المديرين أطردوا التلامذة. وهذا اليوم احنا عندنا قاعدين ننظروا في المسألة هذه لأنها مسألة بصراحة ما تعجبش. المدير ما هو معلم هو بيد. لا شوف فاطمة، من حق المدير أن يضرب. أي بالضبط صحيح. من حق ويتحمل مسؤولية قراره. أي. ولكن ليس من حقه أن يفرض الإضراب على بقية المعلمين. هكا جاتكم تشكيات من معلمين قالوا لقينا المدرسه مسكره؟ تشكيات من الاولياء ومن المعلمين. هذيك سيتون افير نتاع انسبكسيون نتاع تثبت. هذيك حاجه قاعدين نعملوا في الانسبكسيون. اي بيان سور بيان سور. ان يفرض الاضراب على بقيه المعلمين في داخل المدرسه. ولكن انا نقول لك اذا كان فما مدرسه انا مدير ولا مديره في مدرسه ابتدائيه والوليدات معناها مش احداث، اقل من احداث، هم اطفال، معناتها انا زاد ما نجمش نتصرف كمدير ليسير، معناتها يلزمني نعلم الاولياء ونقول لهم هزوا وليداتكم. قرار شخصي اذا، قرار مشاركه في الاضراب من الناحيه القانونيه والاخلاقيه شخصي ولا يلزم الا صاحبه. صاحبه في حال من احوال اجبار شخص على الاضراب. شوف ما هذه ثبتوا فيها انتم والعمل الحق دستوري ثبتوا فيها سي ناجي. اما انا حبيت نسالك دور مدير المدرسه، دور المدرسه انه يكون اذا على الحياد.
سيد لان المضرب من منظوري ايه. ايه. وغير المضرب من منظوري باهي احنا ايه. هذا توا الملف اون اتوندون غودو قال شوفوا خلينا نشوفوا باهي احنا توا نحب ننتقل انا الى موضوع الاصلاح. نعرفوا اللي سيد راشد الغنوشي اللي انت تقابلت معاه البارح في العيد الوطني للمملكه الاردنيه وكنت معاكم وانا ها قامت القيامة على التصوير اللي نسلم فيها على نتكلم فيها في سيد راشد الغنوشي اللي انا سالته عليك انت جوستومون عطاو بعد توا نحكيوا هذاك بعد 6 ونص انا نسالك السيد راشد الغنوشي قال اللي ليس من حق وزارة التربية وتيار فكري إيديولوجي واحد الإصلاح ونحن تفاجأنا أنه الإصلاح هذا باش يبدأ العمل به في أكتوبر راهو الأمم تاخذ برشا وقت وكذا كذا ما تتذكروا أنت الواحد شنو شنية الحكاية معناتها والله عنده حق أها وأنا متفق معه تماما ما البارح كيف سلمت عليه كنت تقول له عندك الحق سيد الشيخ عنده حق لأن أنا نتكلم كيف هكا لأن الإصلاح ميزموش يكون مستعجل ولكن انت اللي قلت في اكتوبر القادم ان شاء الله نبداو انا اش قلت انا قلت ونعاود كلامي بالضبط ولا عاودت 1000 مره وما يصيرش نعاودو هنا استاذ راه نحب وزير صحفي استاذ سي مرحبا بك في كل حال ايوه استعجل اصلاحات واتخاذات قرارات سريعه وجزئيه تعرف هذا شنو تنجم من شانها فقط تلميع صوره الوزير صحيح وخدمه طموحات سياسيه صحيح ولكن في المقابل انعكاسي على المنظومه يكون محدودا صحيح انا معاك انا بدي قلت لك يمشي الوزير يمشي وانا تعرفني انت جاي من القريه الساحليه نعم معناها جاي من الزيتونه وشفت تجار عمرهم 90 عام يزرعوا في الزيتونه وما كلاوش منها انا نحب اصلاح ما ناكلش منه لان اصلاح عمي والكل ولكن هذا التصريح سيناجي جاء بعد كلام سي الغنوشي كي تبدا النتائج وتظهر انا مانيش وزير متفاهمين انت رجل استراتيجي هنا وهذا قلناه ولكن انت ما قلتوش هذا قبل سيد ناجي جلول انت قبل ما قلتوش قبل التصريح نتاع سيد الغنوشي ديما نقول فيه ما شكون اللي يحب الاصلاحات وتبدا في اكتوبر القادم سامحني لا شوف هو اصلاح مش يتعمل على سنوات اما فما اصلاحات نجم نبدا في اكتوبر القادم مثلا كما شنو بالضبط مثلا عودة البرمانانس هذا نجمو نبدأ أكتوبر القادم هذا مش إشكال مثلا لباس الموحد مثلا مسار الدور الخصوصية مش نبدأ فيه ما فيهاش إشكال أما لو كونتوني دي بروغرام لا مش طبعا مثلا تنشيط الثقافي هذا مش إشكال ما فيهش ثم أشياء فيها إشكال مثل مسألة تدريس اللغات ووقتاش تدرس اللغات مسألة البرامج لغة تدريس العلوم لغة تدريس العلوم هذا سيطرح الحوار الوطني صحيح مش تكون فيها مخرجات الحوار الوطني ولا يتوافقوا عليه التوانسة أنا نطبقه لأن أنا مانيش من ثقافتي وتعرفها فرض حوايج سيد ناجي جلول هذا نقدروه فيك ولكن زادا نحب نسألك أنا ما مصير اللجنة اللي كونتها سيادتك متعددة الأطراف واللي قلت لهم ماذا بينا نحب نسمعوا الاقتراحات والمقترحات وكذلك ما مصير اللي عملوا معهد العربي لحقوق الإنسان واللي عمل فيه كونسرتاسيون تاع الأحزاب الكل الموجودة في البلاد هذه زادا مشكلة كبيرة ويظهر لي ثم مثلا تسوء فهم في المنهجية شو ثم راهو الحوار برشا مشاكل في الوزارة والإصلاح حاجة صحيح اتفقوا الحوار حاجة والإصلاح حاجة واضح الحوار أنا كي جيت الوزارة لقيت المعهد العربي لحقوق الإنسان أي عهد تونس أنا معاه برشا مجموعات عنده وثيقة أي عنده وثيقة وكنت حاضر فيها أنت الوثيقة أورغوبا أنا نؤمن بالتواصل نعم أنا نؤمن أن حتى الأهرامات من العهد البائد راهو نؤمن بالعهد قبل وعهد بعد ما عنديش قطيعة صحيح وزارة التربية واش ما جيت اشتغلت على وثيقة. أيوه. والاتحاد العام التونسي للشغل عنده وثيقة. أي. قلنا من الناحية المنهجية وباش ما نضيعوا وقت وباش كل واحد يحب يحكيش على المريخ وواحد يحكي على عطارد. نعملوا لجنة قيادة الحوار. أيوه. قلنا الاتحاد لأن الحوار الاتحاد مش يشرف على احنا والحوار مش يشرف على الحوار في المؤسسات المدرسيه وشكون ينظم هذا المنظمه ما الوزاره والاتحاد والنقابات صحيح هذمنا تتقدم الوثائق والوثائق هذه تناقش والاتحاد عنده باع في المساله هذه عنده تاريخ في اطار الحوار ورفضوا الوثائق هذه اذا هذا حوار طلبنا من الاحزاب باش تنظم حوارات وتبعث لنا مخرجات الحوار
انا طلبت النداء وطلبت منها وطلبت من الاحزاب الكل باش طلبنا من الجمعيات فما جمعيات تو عامله حوار موازي فما جمعيه عامله حوار موازي وعابت علينا بعثت لها مدير البرامج يشارك في حوارات مثلا احنا منحبوا نشارك فيه ندعو الجميع والله الجميع الى عقد منابر ومدنا بمحاضر ومقترحات من احزاب وجمعيات ومنظمات سينجي نرجع بك شويه للموضوع سينجي اضرب المعلمين سينجي فما نسبه تقول انه 96% النسبه هذه صحيحه ولا غلط غلط بكل تأكيد غلط بكل تأكيد غلط الإحصائيات اللي عندك قديش سينيجي؟ أنا اللي عندك أنت الإحصائيات مازالت اليوم مازالت لا طبعا أنت قلت إضراب ماهوش ناجح عملناه البارح واليوم أمس 50% أي واليوم اليوم مازالت ما وصلناش أنا قاعد نلمون التقارير نعرف الإحصائيات راه وزارة التربية فيها إدارة كاملة للتخطيط والإحصاء. بركلها عنا عملوا في ديتاستيك وعنا مختصين في ديتاستيك وعنا خبراء في ديتاستيك وكفاءات وزارة التربة لا يحصى عدده إلا الله. وإحنا نحبوا الشفافية. كان عنا 100% مضربين تنقول لك 100% مضربين. كان عنا واحد مضرب تنقول لك لأن نحبوا نعرف نحبوا قديش عباد غاضبين علينا وقديش عباد مش غاضبين علينا. إحنا قاعدين نعملوا في صلاح تربه. ونحبوا الامور واضحة. يعني ان شاء الله الامور ماهيش ماشية نحو مقاطعة الامتحانات سينجي. انا مضربية ما تصيرش مقاطعة الامتحانات. ومدين ايدكم للحل. تعرف التوانسة منذ عهد قديم. شنو الحاجة تميز؟ عندهم القمح والزيتون. معناها التوانسة يعملوا حفلة في الجميع. وتتلم العائلة. عندهم مصير ابنائهم زاد سينجي. واللي اسمعني سينجي. واللي في بقعة جردة اسمعني في بقعة جردة لا يعرف الزيتون ولا يعرف القمح شو يعمل؟ لا يقعد يزغرط تونس فيها تونس كلها مش على البترول الزيتون ولا القمح هاي باهي اسمعني امتحانات هو موسم الجني وتعرف التوانسه معناها قداش يستثمروا في ولادهم انا ماذا بيا فرحتك الصغار يبدا خارج بالكرنيه ويبدا خارج بك شهاده شرف ومعلق شكرا لك يكون شكرا لك شكرا لك سيناجي نرجعوا لك بعد الفيديو ما تقطعش كنت معنا وزير التربيه سيد ناجي جلول نرجعوا لكم بعد الاشهار اوكي عد وقتك على كاب اف ام توا الستة تبع راديو كاب اف ام مع شلف يوسف كرهبتي تخف والاستهلاك يقل عدل الأجمي سيارة سيارة أجرة شيل فيول سيف وقود صمم اليدوم أكثر. حاب تقرا في نابل وتولي انجينيور؟ اي تي بزنس سكول لا سول ايكول دانجينيور انابل بروبوز دي سيكل انجينيور بيرسوناليزي ريزو انفورماتيك سيستم امباركي انفورماتيك ديسيزيونيل اي تيليكومونيكاسيون. اي تي بزنس سكول اون نوتوريتي انترناسيونال ان كادر اي تك اي ان ستاج غارانتي. اي تي بزنس سكول سيتي المحرسي طريق الحمامات نابل انفو لاين 72233777 والا www.itbs.com.tn Leaders Magazine en kiosque. Exclusif. Aïd Sebzi à Washington, ce que j'attends d'Obama et du G7. Exclusif. Habib Sid, le premier bilan, le remaniement et l'agenda du mois de mai. Exclusif. Slim Shaker, les douanes, les taxes, les banques publiques. Exclusif. Décoration officielle qui les mérite. Exclusif. Mohamed Abid, Success Story à la NASA. Exclusif. Pourquoi il faut sauver Meher Menei, condamné à mort. Leaders Magazine en kiosque et en ligne. Leaders.com.tn et les applications Leaders mobiles à télécharger. Joyce Hamamed, sponsor officiel de votre bonheur, a mis à votre disposition une offre belle. Demchite Huartik, Liatiouk, Feli Blech. Eh oui, doublement satisfait. Melamen Riel Matram. Joyce, hey Alhal. Joyce, story mode. عيش أيامي لا تنقص فيها لا تزيد وافرح فيها حتى قبل ما يطل العيد عيش أيامي لا تنقص فيها لا تزيد وافرح افرح بيها حتى قبل ما يطل العيد
باللي تعد زيت وخمامك ما يفيد احسب روحك كاين لك تولدت جديد هذه ريكاب فقرة فاس فاس، ما زالت متواصلة مع وزير التربية ناجي جلول، حاضر معنا عبر الهاتف. سي ناجي مرحبا بك مرة أخرى. أهلا وسهلا سيد ناجي جلول. أهلا وسهلا سي ناجي. كان أكدت أنه كنت أكدت أنه امتحانات تلامذة المدارس الابتدائية باش تجرى ربما في إبانها، أنه كنت هديت الأوضاع شوية، حكيت على ربما مساعي للمصالحة مع النقابة وغيره. احنا متعاركينش نعملوا مصالحة، هذا اللي جاء في جريدة الشروق. وحبينا نسألوك على الضمانات، معناتها اسكو خلينا نعطيو معطيات للناس، معناتها اسكو كما قلت لك في الأول فما جسر التفاؤل معناها وتفاوض وإلا لا؟ يظهرن فماش تعنت أنا حسب ما أرى. وزارة التربية لا يمكن تسييرها بدون تفاعل مع الطرف النقابي، لأن هما نقابات قوية مسؤولة ممثلة وطنية نحترموها وتحترمنا. في بعض الأحيان تصير خلافات طبيعي جدا، فهمت؟ معناها ما نهولوش لبول. ثم صحيح كان بيودي احنا ما نوصلوش للأضراب، كان بيودي ما نوصلوش للأضراب، اما وصلنا للأضراب نحاولوا نصلحوا. اما حاجة واحدة حاجة واحدة هنا، ما انا بالنسبة لي انا موقف واضح ودي بقوله، الامتحانات خط احمر. هذا هو معناها امتحانات خط احمر، لانها تمس من مصداقية الامتحان، مس من مصداقية المربي، مس من مصداقية المؤسسة، تخلق جو من التوتر احنا ما حسناش به في هذه الظروف. النسكة عرفها ألا ظروف من مرحلة انتقالية فيما بعد الثورة، ظروف سيناجي نعرفه النسكة. سيناجي سيد الوزير، باسون على انفورماسيون، نحبوك تقول لنا شنو اللي جرى اليوم بينك وبين في مقابلتك مع السيد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشؤون اللي قبلت. لا
لا نتقابلوا لأن احنا عنا اليوم عنا قابلتوا في الوزارة نو؟ لا 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 ما تقابلناش في الوزارة. وين تقابلتوا؟ في بلاصة أخرى. اي شا حكيتوا؟ لا لا حتى شيء، هو البارح عنا أمضينا اتفاقية مع نقابة العمل والاتفاقية صحة ثانية وسعة مرنام بعيد فتعديت إلى الشاف أيضا فيما يخص التعليم الابتدائي والإضراب متاع البارح واليوم سرتين ما وراء وحاضر مع سي طبوبي. هذيك مسائل تهم اذا النقابات وما نحبش ندخل في سير الاتحاد ومعندهم معنا سيرتهم عندهم يمكنهم واحنا نحترموا اذا استقلاليتهم كما هم يحترموا استقلاليتنا. باهي بالنسبه لكم توا كوزاره خليني مش بالضروره على مستوى الوزير سيد الوزير ولكن على مستوى الهياكل نتاع الوزاره اسكو فما جلسات ولا جلسه معناها اللي مش معلن عنها قاعدين مع نقابه التعليم الاساسي؟ انا توا نحكي معاك وعندي معناها مدير ديوان قاعد مع نقابه اذا الاداريين ثم التحق بنقابه المتفقدين كلا باش يوريك احنا عنا معناها تقريبا نقابه الساده والسيدات المعلمين فما جلسه غدوه زعما بعد ما يكملوا اضرابهم يفرهدوا ونعملوا احنا البيلان ويعملوا نقعدوا مع بعض ونحكيوا باش تنفذوا البند هذاك معناتها نتاع قصان شهري قصان ثلاثة ايام بطبيعه الحال علاش بطبيعه الحال علاش شوف فيهاش مفاوضات هذيا لا انا بالنسبه لي قلت لك الاضراب يعني تقعد الاطراف كل واحد حبيت في الاضراب انا كمشغل والوزاره كمشغل مضى بها العمل اللي يصير وطرف النقابي تفاد الاضراب لان في يوم اقتطاع من العمل وهذا قوانين اذا هذه قوانين دوليه وقوانين محليه ومن بعد نفس وقوانين اخلاقيه كيفاش تحب انا نخلصك على يوم عمل ما عملتوش سينون سينون فما كل الشمرات نخلصوهم. باهي سيد ناجي جلول انا نحب نقول لك لالوا ايغيترو اكتيف وهذا في اتفاق مع المركز القانون تفعيل القانون فيه مفعول رجعي. احنا ما قلناش مفعول رجعي احنا قلنا بدايه من 1 مايو من 1 مايو هذا 2015 معناها الاضراب نتاع الاساتذه التعليم الثانوي ماهوش داخل في الحكايه. ما اضربوش اساتذه عاد ما اضربوا عندهم شهر اساتذه التلوي ما قراوش اي لكن تم الحديث على اضراب سي ناجي وقتها باهي باش يقصوا لهم من شهري ولا كل انسان شوف مانيش انا ما عنديش معناها دو بوا دو ميجور كل انسان يضرب على العمل يقتطع يوم العمل ابتداء من غره ماي 2015 هذا قرار اتخذته الحكومه سيطبق في كل وقتاش اتخذته سيد ناجي ما احنا تو نحكيو قانون راهو هذا اسكو القانون القرار عنده مفعول رجعي لا يبدا من 1 مايو معناها انا ساده منعين هذا شو حبيت نقول على كل من يضرب بداية من 1 مايو يقع اقتطاع باهي لسادة ما مشاوش للعمل نتاعهم كما قلت انت وما دخلوش يقريو ولا ما دخلوش الامتحانات عندهم شهر ما يدخلش يا فاطمة ما هو اسمع مراجع انا نعرف لا نعرف شوية ما بعث الاستشارة المحكمة الإدارية والاستشارة المهدرية والاستشارة الإدارية والمحكمة الإدارية إذا أقرت معناه الاستشارة أقرت مبدأ الاقتطاع وهو لأنه قانوني. سيد ناجي جلول نحب نسألك سؤال أنت كوزير تربية اليوم في حكومة منتخبة الحكومة هذه السافير أن هي فيها 4 أحزاب تحكم أنت تنتمي إلى حزب معين هل في إدارتك لهذه الوزارة تعمل كونسرتاسيون معناها مع الوزارات الكل ولا إلا عن طريق رئيس الحكومة ولا كيفاش ماذا بينا تفسر لنا لموداليتي معناها دو غوفرنانس في وزارتك والله كيف معناها ربما فما مسألة لم تتواصل أيوة. الأمور واضح هذه الحكومة حكومة ائتلافية صحيح وبرنامجها مستمد من برامج الأحزاب الأربعة المشاركة بالحكومة هكا واضح ثم جزء هام من المشاريع التي تقوم بها الحكومة والبرنامج معناها تلقاها في البرامج الأربعة ثم وقعت إذن إنسانتاز البرامج مع إذن بطبيعة الحال برنامج إذن تونس بعتار بالبرامج الأغلبي الحكومة هذه ايش قالت؟ قالت أحلى 100 يوم الأول مش نخصوه الى اذا حل المشاكل العالقه والاتفاقات العالقه ان يتادوليو وتعمل لتادوليو وتدرس لتادوليو وثم مشاكل تحلت وثم 18 اتفاقيه تحلت 100 يوم كبرنا لتادوليو بدانا في انجاز الاصلاحات الكبرى
يا اخي 100 يوم هي معناتها الموضوع الرئيس نتاعها هو الاضرابات كهو والتفاهمات ولا فما حاجات اخرى؟ ايوه تفضل نسمع فيك. ايوه انا اقول لك فما مشاريع معطله بالمليارات وقع تفعيلها. ثم اشياء وعدنا بها في 100 يوم مثلا لا ستابيليزاسيون تاع الاسعار وقع الوصول اليها لو موان 2 بالنسبة للأسعار. ثم مسألة إذن مسائل إذن تفعيل إذن المنظومة معناها تفعيل إذن المنظومة الأمنية وقع الوصول إليها. ثم كذلك أنا قيت اتفاقيات قديمة وقع تفعيلها، فما اتفاقات قديمة ربما وقع نظر فيها هنا فين لتدل هذه في المعايير الدولية الكل يسميها بيرود دو غراس. تو مش نبداو في الاصلاحات الكبرى، اصلاح التعليم انا بديت فيه. اي بديت فيه ولكن صار شويه فريناج معناها من عند السيد راشد الغنوشي كيف قال، معناتها راهو احنا ما نرضاوش هكا وهكا. علاش زنا اللي ما صار حتى فريناج؟ انا قلت لك كلامه معقول جدا وانا نتمناه. انا بيدي في نفس التوجه. سيد ناجي جلول، احنا لاحظنا وهذه مساله شخصيه معناتها ماذا بيا نسالك فيها وباش يعرفوا الناس معناتها، لاحظنا اللي انت في الحكم الرباعي هذايا معناتها انت اقرب او ربما اتصالاتك اكثر تفعيلا مع حركه النهضه وتحديدا كلك رموز منه مع نداء مش نداء تونس شو اسمه الاخر افاق والا لو بي ال، صحيح الرصد هذا ولا لا؟ انا اسعى افاق هما اصدقائي وكنا مع بعض في الحزب الجمهوري، ماني نعرف بها صداقه، ماني هيك علاش نسال فيك. لا هما اصدقائي وكنا مع بعض في الجمهوري وهم مجموعه احترمها وجماعه هذا مش شبهولي. فاحنا اولاد افاق نتاج للمدرسة العمومي. مثال لنجاح المدرسة العمومي. انا ماذا بيا نقول التوانسه الكل ماذا بينا يكونوا ولادكم كي المجموعه هذه. احنا على خاطر ماناش فهمناها اكثر من الالمان الحقيقه. لا بس كل الالمان هما يدعموا المدرسه العموميه ما حتى انا ولد المدرسه العموميه. ثانيا انا ولد نداء تونس، معناها انا وليت وزير نتيجه نداء تونس رد وزير، معناها انا ولد نداء تونس ودوري تفعيل وتطبيق برنامج نداء تونس. سي ناجي بخصوص بطبعات ما تسمح به الحكومه الائتلافيه وانا جزء من الحكومه. انا بطبيعة الحال عندي رئيس مباشر ورئيس الحكومه وما نخرجش على توصياته لان نعرف الحكومه. نتعامل مع حركه النهضه لانها موجوده في الائتلاف وانا علاقاتي مع حركه النهضه راهي من قبل القديمه راهو. ما تنساش انا كنت في البي دي بي وعلاقات تربطني علاقات صداقه 18 اكتوبر نعرف، ولكن بعد في ظل حكم الترويكا في ظل حكم الترويكا كانت العلاقات ما هيش ولا بد، كانت حتى انتقادات كبيره برشا في ظل حكم الترويكا كان ناجي جلول هو الذي يتصدر معناتها النقد اللاذع لحكومه الترويكا وللنهضه بالذات. اما كان نقد سياسي مش ايديولوجي، ما عنديش خلافات ايديولوجيه. لا ايديولوجي على خاطر انت ما كنتش موافق على نمط المجتمعي اللي كانوا بعض الاطراف في النهضه يطرحوا فيه. النهضه يضرني وافقت على الدستور. اي لا نحكي لك قبل قلت لك في حكم الترويكا. انا ما يهمنيش في بعض الاطراف، انا يهمني في موقف حركه النهضه وانها اذا وافقت على مدينه الدوله وعلى نظام الجمهوريه وعلى الفصل وعلى المجلس العموميه وعلى الفصل كل صفه. سيناجي معناتها نحب نسوق لك ملاحظه، معناها انا كملاحظه ومتابعه الكل انه انت معناتها علاقاتك اليوم في مع حركه النهضه مع رموز من حركه النهضه هما الرموز اللي ما كانوش عايشين في تونس ومش اللي معاكم في 18 اكتوبر واللي نعرفوه هم معناتها كما العريض كما حمادي جبالي وغيره. والله انا علاقاتي على مستوى الشخصي ممتازه مع الشيخ راشد غادوشي مع علي العريض مع وليد البناني مع صديقي وزميلي زياد العذاري اللي هو معايا في الحكومه. بالعكس انا كان ديما عندي علاقات متميزه. العجم الوريمي هو صديق الطفوله نعرفه من الشباب، عندي علاقات ما يمنعش لنا علاقات متميزه كما عندي علاقات متميزه مع الجبهه الشعبيه. اغلب مقدرينهم من الاصدقاء ونعتز بصداقتهم. انا عندي طبيعتي وانا متفتح على الناس الكل، نجم يكون مختلف معاك لكن متفتح عليك. حركه النهضه حركه تونسيه، حركه موجوده في الحكم، هي جزء من المكون اذا السياسي لتونس. نختلف معاه الى اليوم، عندي خلافات عميقه معاه، ثم نقاط تقاطع بما انه صديقك السيد راشد الغنوشي اللي انت تقول له الشيخ راشد الغنوشي البارح شنو اللي قال لك وشنو اللي قلت له على الاصلاح التربوي وعلى التصريح نتاعو؟ قال لك شي حاجه؟
علاش راني نقصد كذا ولا لا؟ بالعكس بالعكس انت قلت له راه عندك الحق. اتفقنا في منابر الحوار المشتحن منظمة حركة النهضة ولا انا مش نشرف على احدى منابرها، واتفقنا في كيفية المنابر وكيفية إذن الوصول الى مخرجات الحوار والاتفاق كان تام وكنا سلامة من لونغوردو. طيب ما يحطوا لكش مثلا تعليقات على الفيسبوك جماعة متاع النهضة ما انت المريدين متاعهم والمريدين الصحاح وإلا المريدين الفوسي ما يحطوا لكش مثلا اللي كنت تسب فينا هكتا هو كثرة الانتقادات تعكس الناس كل، وانا حبيت الحوار حول المنظرية يكون حوار وطني. اليوم الناس الكل تحكي على الصحة التربوية هذا نجاحي، فما ناس يلوبوا علي انا قلت باش ندعم مكانة اللغة العربية، فما ناس ما عجبتهمش. انا عجبت حتى انا عجبت على خطر على خطر احنا بقينا ضحكة بين الامم عنا لغة ونمشي وناخذ لغة اخرى. الناس ما سمعت كان هذا، انا قلت باش ندعم تملك الشاب التونسي للغات. لا اللغات شيء اي بيان سور بيان سور بيان ايفيدامون، احنا مش باش نعملوا كيما تركيا تنغلق على لغتها فقط، لا ما قلناش هذا. لا لا شوفوا، ولكن اللغه العربيه ما يلزمهاش تكون معناتها لغه نتاع فولكلور. انا بالنسبه لي انا يلزم نوصلوا الى البكالوريا الى شاب تونسي ثلاثي اللغات فيريتابل ترينج، يحفظ العربيه والانجليزيه والفرنسيه والترجمة. شنو نصيبها في وزارة التربية والإصلاح؟ وأنا مقدم إلى مجموعة الصحة التربية تصورات في تعالم الصينية. سيد نحب نوصلوا إلى على الأقل بعد الإصلاح التربوي إلى ألف توسي يحلق ويتكلم سيناجي جلول. سيناجي جلول أنت كلامك صحيح، ولكن ما باش ما نطيحوش في التعريب متاع محمد مزالي الله يرحمه، معناتها جاي يقلد في الحمام تلف مشيته إلا العكس. دونك احنا أنا نسألك ما نصيب الترجمة والتي هي عماد وقوام أي إصلاح التربوي، لأنك أنت باش تاخذ المناهل العلمية اللي موجودة معناتها الاكتشافات الموجودة في العالم وتحطها في منهجك التربوي. به شنو نصيب الترجمة؟ لأننا بدون ترجمة من غير ما نضحكوا على رواحنا ونقولوا احنا العربية وما عربي، معناها كيفاش؟ شنو ما عندها نصيب ولا ما عندهاش؟ يا فاطمة تعرف العصر الذهبي للحضارة العربية الإسلامية العصر الباقون وعصر بيت حكمة وعصر ترجمة. ترجمة ياسر. واليوم تقدم الشعوب يقاس بالترجمة. صحيح. انا بالنسبة لي انا اش قلت لك، راهو الاصلاح مش يكون شامل مش تكون فيه وزارة التعليم العالي ووزارة التكوين والتشغيل. قديش ياخذ الاصلاح هذا الزيتونة اللي عمره 60 سنة باش يزرعها ومش باش ياكل منها، قديش عمره حسب اعتقادك عمر الزيتونة؟ انا نقول لك اي تفضل قول. الناس كل تحكي على الاصلاح والاصلاح والاصلاح ما ذاك من الاصلاح، لكن ما حتى واحد يحكي على اهداف الاصلاح. ايش نحبه من الاصلاح؟ صحيح. ايش نحبه منه؟ نحبه انسان تونسي جديد، نحبه تونسي اسمه مواطن في وطنيته يحب البلاد هذه. صحيح. على ذكر الاصلاح سنجي امتحانات البكالوريا يعني قرب وقتها، فماشي استعدادات الوزاره جديد يعني فماشي كل واحد يقص عليه. خليني نكمل فكر. خلي كمل فكر. اي برشا سنجي هيك عليه، ماذا بينا نفهم الاصلاح؟ ماذا بينا نحكي على اهداف الاصلاح اللي حتى عم يحكي عليه؟ حكيت على كل شيء سنجي انت اليوم. لا ما حكيتش على اهداف الاصلاح. والله اهداف الاصلاح تفضل سيناجي احنا ماذا بينا نسمعوك في اقل من دقيقه. في زوج كلمات. اهداف الاصلاح تونسي مواطن يعني تعميق اذا الشعوب المواطنه، تونسي معتز بهويته منفتح على الخارج، تونسي متوازن، هذاك علاش باش نعملوا له الموسيقى ومش نعملوا له المسرح ومش نعملوا له تياتر. تونسي عنده روح المبادره مش يصبوا بالقمع. ثانيا نحب نوصل انا في التصنيفات العالميه بيزا اذا كنوا في العشرين دول الاوائل. نعم. نحب نوصل تونس تتصنف جامعاتها على الاقل ضمن العشره الاوائل من الجامعات العالميه ان شاء الله. نحب نوصل في الاولمبياد نتاع المات انترناسيونال نوصلوا نلقاو بمكاننا كما كنا قبل على الاقل. لا لا حتى صناعة عندنا وليدات مسافر معناها الاولمبيادات الرياضيه. نحب نوصل الى توافق بين سوق الشغل واذا منظومه التكوين. هذاك علاش مش نركزوا على التكوين المهني. انت باش تطالب على اساس انه التكوين يلحق مره اخرى بوزاره التربيه؟ حتى كان ما يلحقش لازم يكون في تناغم. هذاك علاش الاصلاح هذا مش يكون اصلاح متكامل، معناها ماهوش باش تعمل وزاره التربيه، يكون متكامل
في سبل جاد مع وزارة التربية وزارة التعليم العالي ووزارة التكوينية. سيد ناجي جلول حقيقة حقيقة وصدقني القول ونعرف اللي أنت معناتها تحكي على سجيتك ونعرف هذا الزيتونة اللي باش يزرعها ناجي جلول واللي كيب اللي موجودة تول كلنا مسؤولين اللي باش يزرعها تويكا باش تكون معدلة جينيا على طريقة الزيتون نتاع اسبانيا اللي ينتج في عام وإلا تكون الزيتونة نتاع جرجيس اللي زرعوها القرطاجينيين والرومان. لا مش تكون زيتونة شمالي أبا أو سهل يحكي معايا أنا ما عنديش زيتون أخوي مش تكون زيتونة شمالي تعطي زيت سمت متجدد يداوي الكوليسترول ويداوي كل الأمراض إذا لا مش الأمراض مش داوي الأمراض مش تكون زيتونة إذا وصلت هذا هو سيلاجي صغير وصلت تعطيك زيتون صغير إن شاء الله زيد داوي برشا مشاكل سيلاجي زادة موجودة في الليسياتنا وفي مدارسنا كما ظهرت الغش وظهرت الاعتداء على سادة وبرشا حاجات أخرى خلينا نكمل تعرف الزيتون الوصلاتي هو الزيتون مثل تزبوس تلولياستر يعني الزيتون السوفاج التونسي صحيح احنا بلاد الزيتون قبل ما يلقماها الفلقيين زرعت عنا طلعت احنا بلاد تنبت فيها زيتونة مع عند ربي لان ارض تنتج فيها معناها هذه الشجر المباركة. انا متوقع لك سيناجي انك كان مجالش وزارة التربية كنت نجم يكون وزارة الفلاحة هكا ولا انا كتبت على الفلاحة عندي كتابة اي نعرف نعرف اي بيسي بالنسبة للبكالوريا سألك ياسين قال لك البكالوريا اللي باش نشهدوها الايام القادمة ان شاء الله السيسيون هذه نتمناه ان ما نشوفوش فيها ظاهرة الغش ان ما نشوفوش فيها هذاك في علاش رغم الازمة المالية وتشوفوا اذا كيفاش الحكومة هذه حكومة تؤمن بالضريب اشترينا تجهيزات غالية الثمن باهظة الثمن وتجهيزات تشويش لأن الغش الإلكتروني أصبح ظاهرة إذا خطيرة كما تعملوها للقصر مثلا كما تتعمل في القصر الرئاسي ولا حاجة كمان لا لا والله متطور على قصر رئاسي بالحق سميان شكون عطاها لنا أخويا لا شريناها منين شنية الشركة فلوسنا شركة تونسية ولا من بر لا جبناهم من برا اما 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 العلم ما عندوش ثمن صحيح لا نعرف انا معاك انا نحبذ الاستثمار في المعرفه خير من برشا شعوب استثمر في اي صحيح سيد سيد ناجي جلول في المعرفه ما عندوش ثمن سيد ناجي جلول في اطار الزيارات الميدانيه نتاعك انت مشيت للبنزرت جهه في بنزرت وقلت لي اللي راهو صعقت لما وجدت شطر القسم منقبات وهذا باش يدفعك ربما الى انك تقر كوزارة ابتداء من السنة القادمة الدراسية أن يكون هناك زي موحد صحيح هذا ولا أنا برامجي باش يكون لونيفورم على الطارق لونيفورم اي وهو لان المدرسه هي مدرسه مستويات كان ما نجمناش نعملوا هذا عام الجاي عام الجاي على الاقل فك التمييز العنصري ما بين الاولاد والولاد باش يتنحى مش معقول البنية تلبس طبلية والولد ما يلبس حد شيء واضح سيناجي شكرا ولو انه في البيلوت يلبسوا مع بعضهم واضح سيناجي سيناجي جلول وزير التربيه شكرا لك كنت حاضر معنا في فاس فاس حكينا على اضراب المعلمين وقلت انه المطالب هذه الوارده في برقيه الاضراب مشروعه ويتم ترحيلها للمفاوضات الاجتماعيه القادمه وانه تم تفعيل كل الاتفاقيات السابقه المبرمه مع الطرف النقابي حكيت بنظره استشرافيه ربما باهيه برشا ان شاء الله الامور تصير على ما يرام الكلمة ليك